أهلا بحضراتكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية وما يتم تنفيذه منها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد مدبول خلال الاجتماع حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بما يسهم في سرعة دخولها الخدمة، سعيا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع قدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني عرضا يتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في هذا القطاع.